جديد كنتحدى اي وحده اي وحده نحيفه ما عندكش المناطق الانثويه دير لي هذا المشروب لمده 5 ايام وترجعي ترد عليا الخبر. الا كنتي كتعاني من نحافه شديده، الجسم ديالك ضعيف، ما عندكش المناطق الانثويه، قهروك بالتنمر، قهروك بالنسيميمه، ديري اختي معايا هذا المشروب وانا متاكده غترجعك شكريني وترحمي لي الوالدين، لان هذا المشروب هذا غيرجعك بومبا. خليكي معايا. اهلا الغزالات ديالي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. وصفه اليوم البنات وصفه خطيره لزياده الوزن وابراز المناطق الانثويه. باش نكون صريحه معكم وصادقه، هاد الوصفه ماشي ديالي، هاد الوصفه ديال الصديقه ديالتي، تواصلت معايا في الواتساب وتقريبا زمان ما كنتش شفتها. ملي تواصلت معايا قالت لي ناديه بغيت نعطيك واحد الوصفه، اعطيها للمتتبعين ديالك مادام كتعطيهم وصفات ناجحه ومجربه، اعطيهم حتى هاد الوصفه. قلت لها قبل ما نعطيهم الوصفه صيفط لي بعدا تصويرتك نشوفك كي وليتي بعدا. فصيفطت لي تصويرتها البنات، الصراحه وشهاده حق نقولها في هاد الوصفه صدماتني، ابراز المناطق الانثويه وتزادت في الوزن، دارت الحنيكات، الصيحان، الدراوع، خطيره. هاد الوصفه اللي زوين فيها انها كتعطى للمرضع، الحامل، وكتعطى حتى الناس اللي عندهم السكري، ما عندهاش اضرار جانبيه نهائيا، وشهاده حق نقولها في هاد الوصفه، وصفه زوينه بامتياز. وكيف عودتكم ديما وربي شاهد عليا كنجيب لكم وصفات ناجحه ومجربه. مو مغزلات ديالي. وبالنسبه للوصفه ديال اليوم راه كتفتح الشهيه بواحد الطريقه خطيره، قالت لي كتخليك تاكلي مزيان، وكيف كتعرفوا راه الماكله هي اللي كتزيد في الوزن، كتزيد في الوزن وكتوقفك على الصح، ماشي بحال اللحسات اولا الوصفات اللي كيبيعوا لكم في مواقع التواصل الاجتماعي مخلطينهم بحبوب زياده الوزن، غير كتاكليها كتنفخي من بعد ملي كتقطعيها كتفشي. هاد الوصفه هذه واخا كتحبسيها ملي كتوصلي الوزن اللي بغيتي كتحبسيها، ما كتعاوديش تضعفي نهائيا. ممارسات ديالي. وبالنسبه للفيديوهات اللي كنحط فيهم ديال زياده الوزن، كنلقى بزاف التعليقات ديال البنات او السيدات اللي كيقولوا الغلط شكون بغاه، الغلط خايب. اختي انا متفقه معك، الغلط بزاف خايب والضعف بزاف خايب. وكاينين بعض البنات كيكونوا ضعاف مساكن وعندهم النحافه الشديده، ما فيها باس نبارطاجيو معاهم وصفات امنه ومجربه حتى هما يزيدوا شويه في الوزن باش لي البساتة تجي معاها. ممارسات ديالي بلا ما نطول عليكم، خليكم معايا غنشارك معكم الوصفه وطريقه الاستعمال لاهم حاجه. خليكم معايا ومرحبا بكم عندي. بالنسبه لمكونات الوصفه، اول حاجه غنحتاجوا الحمص. انا غنعطيكم الوصفه وانتم ضاعفوا الكميه، غتاخذي واحد الكاس تقريبا ديال الحمص غطحنيه. الا ما عندكش طحانه خوديه من عند العطار مطحون، قول لي عطيني 3 دراهم ديال الحمص مطحونه راه غتعطيك كاس ديال العنبه. بغيتوا تضاعفوا الكميه ضاعفوها. صافي كطحني الحمص، والحمص راه معروف كيفتح الشهيه وفيه نسبه كبيره ديال الكربوهيدرات والسعرات الحراريه العاليه والبروتين الالياف اللي كتزيد في الوزن وكيعطيك الرغبه بانك تاكلي. صافي من بعد ما طحنت الحمص غتاخدي واحد المقله وغديري فيها داك الكاس كبير ديال الحمص وغتحمريها تحت عافيه اللي كتكون مهيله حتى يتحمر معاك. ضروري ما تحمروه باش هكا ما يدير لكم لا وجع، ما يضركم في كرشكم، ما يضركم في الكولون، ما حتى شي حاجه. من بعد ما كتحمريه كتاخدي واحد الزلافه تكون كبيره اولا بانيو اولا اللي توفر عندك، كتمسحيه مزيان من الماء كتنشفيه وكتضيفي ليه داك الحمص اللي كنا طحنا. انا راه من بعد ما حمرته راني غربلته. هاد الوصفه بحال دوك البروتينات اللي كيبيعوا في مواقع التواصل الاجتماعي، غير هي كتصاوبي شي حاجه على يديك وكتعرفي اشنو كتاكلي. وبالنسبه لثاني مكون عندنا هو الشوفان اولا الخرطال، كتاخدي تا هو منه كاس، ممكن تجيبيه حتى هو مطحون من عند العطار اولا طحنيه انتيا، لا عندك الطحانه طحنيه في الدار، ما عندكش سيري عند العطار حتى هو خدي 3 دراهم ديال الشوفان. الشوفان كيزيد في الكتله العضليه بالجسم حيت فيه واحد النسبه عاليه من الالياف والكربوهيدرات اللي كتزيد في الطاقه في الجسم وكيزيدك الدهون في الجسم مع المكونات اللي غنضيفوا عليه. صافي حتى هو من بعد ما كطحنيه كتضيفيه في نفس المقله بلا ما تغسليها وكتحمريه حتى هو تحت عافيه كتكون مهيله حتى كيتحمر. هاد الوصفه هادي البنات خطيره وشهاده حق نقولها فيها، وشفت النتائج ديالها بعينيه، وصفه مضمونه مليار في المية، كتبرز المناطق الانثويه، الحنيكات، الصيحان، ما كديرش الكرش نهائيا. نسيت انني قلت لكم انها ما كديرش الكرش، وفقط شي كامل كتغلطكم على الصح. وصفه صحيه وامنه وما عندكش مناش تخافي اختي، النتائج ديالها كيف قلت لك مضمونه، كتبرز لك المناطق الانثويه، الصدر، الصيحان، واخا تكوني كالعود، واخا تكوني كالستيلو، وكتكبر حتى الصدر، لان لاي وحده
كتعاني من النحافه الشديده، جربي معايا اختي هذه الوصفه هذه. المهم الغزالات ديالي من بعد ما حمرت الشوفان وحمرت الحمص وطحنتهم وحمرتهم ضفتهم على بعضياتهم، انتما كتشوفوا راني الحمص راني غربلته، غناخد حبه حلاوه اولا المعروفه البنات اليانسون صديقه المراه، لانها كتحفز هرمون الاستروجين اللي كيتعتبر المسؤول في ابراز المناطق الانثويه. خديت منها غير نص كاس، كتفتح الشهيه، كتخليك تاكلي، كتزيدي في الوزن بطريقه صحيه، كتكبر لك حجم المؤخره الصدر، كتخلصك من النحافه، وكتعالج حتى الكولون العصبي. والفرق ما بين اليانسون وما بين النافع راه اليانسون حبته صغيره، النافع حبته كبيره. بنات لي ما كيفرقوش بيناتهم، والنافع راه خضر اللون ديالو خضر، اليانسون اللون ديالو بحال البني، راه زوينه للمراه، كتعد حتى العاده الشهريه وممتازه وكتفتح الشهيه. بالنسبه للمكونات ضفنا كاس ديال الحمص، كاس ديال الشوفان، ونص كاس ديال حبه حلاوه. وبالنسبه للرابع مكون عندنا هو السمسم اولا زنجلان، حتى هو غنضيفو منه كاس، كلشي كاس 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 ما عدا حبه حلاوه اللي غنضيفو منها غير نص كاس صافي. كتضيفيه حتى هو في المقله اللي كتكون سخونه، وكتحمري دغيا دغيا، راه كيتحمر معاك دغيا صافي، وكطحني. السمسم اولا الزنجلان فيه دهون صحيه اللي كتزيدك في الوزن، مصدر غني بالسعرات الحراريه اللي فيها نسبه كبيره من الالياف اللي كتزيد في الوزن والبروتينات اللي كيحتاجها الجسم باش هكا كتبني العضله والانسجه. وفوق هادشي كامل كتصاوبي شي حاجه بيديك البنات، وكتعرفي اشنو كتاكلي، ماشي بحال داكشي اللي كيبيعوا لكم في مواقع التواصل الاجتماعي، ها اللحسه، ها البروتين، ها كيكونوا مخلطينهم فيهم الحبوب ديال الصيدليه اللي كتزيد في الوزن، غير تاكلي المكونات كتحسي براسك فعلا غلاضيتي من بعد ملي كتقطعيها كتعاودي تضعافي، وكيبيعوهم لك باثمنه خياليه. الوصفه كامله راه ما غتقامش عليك حتى ب 10 دراهم كلها، راه قد شناهي غتصوبها بيديك ومنقيه كلشي، المكونات منقيه وكلشي نظيف، وما غتقامش عليك ب 10 دراهم. واهم حاجه الفعاليه ديال الوصفه، كتوقفك على الصح، كتخليك تاكلي وهكا كتبرز لك المكونات، كيبرزوا لك المناطق الانثويه. صافي الغزالات ديالي بالنسبه للوصفه هي هذه، هانتوما شوفوا كيفاش دايره، والمذاق ديالها لذيذ لذيذ، صدقيني يا حبيباتي، غير جربي معايا هذه الوصفه لمده اسبوع وغترجعي ترحمي لي الوالدين. غتاخدي واحد القرعه ديال الزاج وغدي تكون ممسوحه نقيه وغضيفي ليها الوصفه، وخليكي معايا باش نشرح لك طريقه الاستعمال باش تنجح معك الوصفه وترجعي اختي تنتي بومبا وترجعي تقولي لي الله يرحم لك الوالدين. غير هي الا عندك شي ثلاجه عمريها، لانك غدي تاكلي الاخضر واليابس. خليكي معايا ومرحبا بك اختي والف مرحبا. المغزلات ديالي بالنسبه لطريقه استعمال الوصفه، قبل ما تستعملي اختي الوصفه ديري لي اختي واحد الميزان وعبري راسك وديري واحد السنتيم وعبري لي حتى الجسم ديالك، الاماكن في الجسم ديالك، عاد باش بدي لي الوصفه باش هكا ملي تبدايها من بعد اسبوع ترجعي تخلي التعليق ديالك، وانا متاكده غتقولي الله يرحم لك الوالدين على هاد الوصفات اللي كتجيب لنا المجربه. بالنسبه لطريقه استعمال الوصفه كتحتفظي بها، انتم شوفوا الكميه ديال الوصفه، راه هاد الكميه هادي راه دي لكم اسبوع. بالنسبه لطريقه استعمال الوصفه كتاخدي معايا القه كبيره بحال هكا، وكديرها في الكويس بحال هكا، وكتضيفي عليها الحليب يكون سخون البنات، من الاحسن الحليب. قلت لها واش ممكن يديروه بالماء، قالت لي لا، من الاحسن الحليب. وملي بحثت على المكونات ديال هذه الوصفه لقيت ان فعلا الحليب اللي يكون كامل الدسم مزيان مع هذه المكونات هادو صافي. وكتخلطي الوصفه بحال هكا، وكتضيفي لها يا اما العسل يا اما السكر اللي توفر عندك صافي. كتضيفي الحليب سخون كتخلطيها وكتغطيها باش دوك زيوت الطياره كامله اللي عندنا في المكونات يبقاو لينا في الحليب، وكتخليها حتى كتدفى، ما تشربيهاش بارده وما تشربيهاش سخونه، خليه حتى كيدفى صافي وكتشربيه. ملي كتشربي كاس من ورا الفطور وكاس من ورا العشاء ملي كتبغي تنعسي، كديريها جوج مرات في النهار. زوينه هاد الوصفه خطيره لابراز المناطق الانثويه، جربيها لمده اسبوع وغترجعي تقولي لي سيري انا ديال الله يرحم لك الوالدين، خصوصا البنات اللي كيعانيو من النحافه الشديده. ملي كنقول لك النحافه الشديده كتكون الجلده على العظم، لان هذه الوصفه غترجعك بومبا وغتفرز لك المناطق الانثويه، خصوصا الصدر، الارداف، المؤخره، الساقين، اليدين، وحتى الخديدات. والاهم من هادشي كامل المذاق ديالو لذيذ البنات، المذاق ديالو زوين. باش نكون صريحه معكم انا ما محتاجاهاش لان الوزن ديالي هو هذاك، وما غنرميهاش، غنعطيها للجاره ديالي
كانت طالباني حتى هي على وصفه ديال زياده الوزن، غنعطيها ليها ونقول لها هاكي تبعيها، وملي تكمل لك صوبي انت ديك الساعه تفرجي في الفيديو وصوبي واحده اخرى باش هكا توصلي للوزن اللي بغيتي. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله نطلعوا في فيديو جديد وفي وصفه جديده. ومع السلامه وبوسه كبيره.